قمة دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى، قمة تاريخية الأولى من نوعها، كانت قمة هامة بالفعل وتعكس الجهود العديدة التي تبذلها دول مجلس التعاون لازدياد وتفعيل وتكثيف علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع كافة دول العالم ومع كافة التجمعات الإقليمية والدولية، وتعكس أيضا ما يوليه المجتمع الدولي من أهمية كبيرة لدول مجلس التعاون مجتمعة، وما توليه هذه الدول من يعني أولوية كبيرة تمنحها لدول مجلس التعاون وتتسابق من أجل أن تطلع وإياها في شراكات وفي خطط عمل وفي اتفاقيات وفي برامج مشتركة. دول آسيا الوسطى دول مهمة جدا لدول مجلس التعاون، وعلى ضوء هذا الاهتمام قام الجانبين الخليجي ودول آسيا الوسطى بإقرار خطة العمل 2023-2027، وهي خطة طموحة تتعلق بالعديد من المواضيع والمسائل التي تحاكي شعوب هذه الدول، منها المواضيع الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والصحية ومواضيع أخرى تتعلق بالطاقة والترابط الأكاديمي